عودة معكم مشاهدينا بالمحور الأول، معنا ناتالي سعد وهي ناجية من انفجار بيروت. أهلا وسهلا فيك ناتالي، وحمد لله بونجور، على السلامة. ميرسي، الله يسلمك. أنت ناجية من انفجار بيروت وبتعتبري حالك أنك نجيتي بأعجوبة. بنرجع اليوم أنا وياكي لهيدا النهار المشؤوم مع كل الوجع يلي أكيد قطعتي فيه. خبريني وين كنتي بلحظة الانفجار؟ أنا كنت عند أصحابي جاي من نقاش، وعادة أنا بيتي بمر مخايل، سو باخد الطريق تبع البور. نعم. تقريبا كنت وصلت قبل تمثال المغتربين بشي 500 متر. حسيت، يعني أنا أول انفجار ما سمعته، أو هيدي الهزة اللي كل الناس حسيت فيها. أنا حسيت مثل فات هوا بالسيارة وبطلت أقدر سيطر عليها. كنت عم أقول براسي إنه خليني زيح على اليمين، لان هيك انا رايحه على اليمين تا اخد من تحت الجسر، اطلع من حد زهير مراد واطلع اخد هاي الشوركات على بيتي. قلت خليني ازيح على اليمين تا اشوف بلكي في دولاب طار من السياره او شي. تقريبا 20 ثانيه بسمع مثل صاروخ اجا، يعني حد السياره كانه، ودغري بدي اقطع. طرت انا مع السياره، يعني انا كنت حاطه السنتور سيت بيلت، وطارت السياره اف من واجت بعد تمثال المغتربين. اف هلا انا كيف عرفت انه طارت السياره؟ لانه وقت طجت السياره على الارض عرفت انه انا كنت طايره. اكيد انا ما شفت شيء، شفت الغبره، يعني هيدا الويف الشامبينيون اللي انتم بتشوفوه على البور، انا كنت بلكي فيه بقلبه. بعدين وقت طجت السياره على الارض، كل الوقت انا ما عم بقشع شيء وما عم بفهم شو صاير. صارت السيارات تفوت فيي وانا فوت بالسيارات. اف لاخر شيء وقفت سيارتي على البيتون يلي بوج البور، صار بوز السياره على ميله البحر، على ميله البور. اف انا وقفت، كنت انا كلي مدممه وحاسه بهيدي السخن الشالور يلي هو يعني تبع الانفجار او تبع الغبره، وكلني دم. ووقفت السياره وانا علقانه بالسيت بلت. كنت ناتالي، انت كنت واعية يعني كل الوقت، انت واعية عم كونسيانت بوعيك، حاسة انك انت عم بتطيري عم بتغطي، هول كلهم هول لحظات واعية عليهم. تقول لك الشغلة اللي كتير مهمة، أنا وطايرة بالسيارة يعني خلص بتحس إنه ما عم تفهم شيء، بتفوتي بهذا التونال بنسميه تونال الموت إذا بدك. أنا بوقتها، يعني بتعرفي وقتها واحد بحس بهدول، بصير بيجي كتير بيكتشرز على واحد، على صور براسه صحيح. قبل ما يموت. أنا الشغلة الوحيدة اللي إجت براسي قلت يا يسوع ما بدي موت. أف. وصدقيني بدمع وقتها بقول، لانه بفتكر انه اكيد يسوع حي فينا، والا ما كان سمعني وما كنت انا هلا صراحه عايشه. كثير تاثرت صراحه، ويمكن اكيد سمعني، لانه يعني اذا بتشوفوا السياره او بتشوفوا انا وين كنت، كيف طرت وجيت غير مطرح، بالفعل يعني المنظر، المشهد بيحكي عن أعجوبة يعني تقلكم انه حية. اكيد انا شفنا صار معي مشهد عجيبة، لانه السيارة. انا اصلا حدا كتير بآمن، ويسوع اكيد سمعني لتعرفوا انه عن جد يسوع حي، ولو ما هيك انا ماني عايشة. يعني اكيد بسيارتي في العذراء، في المسبحة، في على شمالي على الجيدون، يمكن في صورة مار شربل، اكيد كلهم حميوني. بس غريب هيدا الشعور، وقت قلت انا ما بدي موت، مثل كانه عن جد حسيت انه مثل قوه فاتت فيي، رغم انه انا يعني طايره وما عم بفهم شو عم بيصير، بس مثل كانه عن جد صار عندي قوه. وتاكدت بهيدي اللحظه انه ما رح موت، يعني كنت مأكده انه ما رح موت، مثل انه خلص، انه مثل كانه حدا قال لي ما تعتلي هم، مثل في شيء فات فيي، هالقوه اللي فاتت فيي وقالت لي خلص. لانه انا شو صار معي، يعني وقت طجيت على الارض علقانه بالسيت بيلت، كان في شباب حدي اجوا، قلت لهم بليز، اول شيء نبشت على تليفوني، تليفوني ما صار له شيء رغم انه طارت السياره. دقيت لاخواتي قلت لهم انا مدم، انا كلني دم. طلعت لوراي لقيت وين البوان دو روبير، انه انا بوش شركه الكهرباء، يعني بعد تمثال المغتربين على البور، وايدي واجري وضلوعي مكسره. قلت لهم انا على البور، بليز تع حدا يخلصني لاخواتي. بعدين كان على باب سيارتي فايت فيها، فايت فيي مثل فان او اوتوكار. عيطت لهم للشباب عم صرخ من الوجع، بليز تعوا في كل السيت بيلت،
نقلت على رجعت المقعد الوراني، نقلت على المقعد الثاني لأفتح الباب لأقدر اوف، كان في أظهر. قوة غريبة. كان عندي عن جد قوة غريبة ولوجيك منطق عم بيشتغل فيني أنا، يعني صح أنا يمكن حدا قوي بس بهاللحظات قويت أكتر. ما فتح الباب، رجعت رحت لميلتي هذا إرادة الحياة تشتغل طبعا، فينا بهاللحظات. والمنطق اللي كان عندي إياه الغريب اللي كنت عم بشتغل فيه، عيطت للشباب قلت لهم بليز تعوا كروا الفان لأقدر انزل. أوف، كروا الفان، هالقد واعية لكيف هالقد كنت بدك واعية. تطلعي من هالمحل. فتحت الباب، اخذت ساكي حطيت بالساك تبعي سلولاري ومفتاح السيارة، لانه انا من عقلي انه يمكن السيارة بعدها، او لاني انا ما شفتها من قدام كيفية ولا انتبهت ما انه استوعبت انه معقول تكون سقفة بهذا المشهد. قاشت. هلا اللي اكيد انتبهت له انه فاتحين الايرباجز وكلها دم السياره ومكسره من جوا، في ما مطارح استوعبت انه دايبه صارت انقاض. صارت انقاض، هي راحت انقاض، هي نعم. توتال لوس راحت على الكب. اخذت ساكي وكل اغراضي، كنت كتير واعي حتى طلعت بالمرايه تشوف اذا وجهي بوشي، نزلت من السياره تاكدت انه ايدي واجري بعدهم موجودين. اف وبعدين انا وعم بمشي شوي شوي جيت لاوقع، اف جيت لاوقع. اجوا الشباب هدوني قالوا لي بليز قعدي على البيتون، كان في بيتون قاطع الدفاع المدني، ربط لي ايدي لانه كانوا كتير عم ينزفوا. بعدين قالوا لي اذا بدك تطلعي ورا حيلا حدا من الموتو، ورا حدا لنوصلك على اقرب مستشفى. قلت لهم ما فيني لانه كنت كتير دايخه وعم بغط على قلبي. قلت لهم بليز اذا بتوقفوا حيلا سياره وبتاخذني هي على المستشفى. وقفوا لي مدام، يا ريت بقدر اعرف اسمها او بقدر اعرف رقمها لإلا، ثانك يو ميرسي، ما بعرف اذا عم تحضرني، بقول لها عن جد ميرسي كثير لانه هي ساعدت بانه تخلص لي حياتي لانه وصلتني باسرع وقت ممكن. انا بوقتها ما كنت عارفه شو صاير بالاشرفيه، قلت لها بليز وصليني على اقرب مستشفى بالاشرفيه. قالت لي لا ابدا ما فيني، ما بدي فوت على الاشرفيه. انا كنت اكيد هون ماني عارفه، نحن بيتنا بمرمخايل، ماني عارفه حتى بيتنا شو كان صاير فيه ولا امي شو صاير فيها. وصلت على ابو جوده، بابو جوده مستشفى ابو جوده، ربطوا لي ايدي لانه كانوا كتير هولي الصور ملتهبين من البيت عندكم؟ هيدا البيت. نعم. بعدين طلعني خيي، كان وصل خيي طلعني على مستشفى بصليم. بمستشفى بصليم يعني انا بعتبر انه عن جد اصلا ان كان بابو جوده او بمستشفى بصليم، المناظر اللي شفناها شيء ناس عينه رايحه، ناس حافين، اوف. اجر ايد، يعني مناظر ما فيك تنسيها بحياتك. يعني بالحرب نحن ما شفنا اللي شفناه. بعدين فتت، يعني الاشياء اللي صارت كلها هي مثل يعني ربنا سهل انه هالقد، لانه في ناس بعرف انه راحوا على غير مستشفيات تاخروا تبلشوا فيهم، او انه انا بعد ساعه تبلشوا فيي، which is ماشي بالنسبه لحدا تاني، صحيح. في ناس بلشوا فيها بعد 4 ساعات. حتى انا وفتت على محل، لانه بتعرفي كان بوقتها كل الناس الحكمه عم بيعملوا مالتي تاسك، يعني انا حكيم قلب قطبني، أوف. حتى الحكيم يلي ما بعرفه مثل اجا وخصوصي كان حدا بعته، انه قال لي خلص حسيت دمازيل انه انا هالقد كانت القصص ميسرة معك، كتير كأنه هيك حسيت في ايد الرب عن كان جد موجودة، كانت من بكل اول شيء. الشغله لاخرها. حلو. وبعدني انا ماني فاهمه شو عم بيصير، بس عم اقول انه شو هيدا اللي صار. بس كنت مأكده من حالي انه انا منيحه، يعني انه نعم اللي صار رح ضلني عايشه. نعم اكيد طبعا هون اخواتي كانوا ولاد خالاتي كل الناس كانت، وهن مصدومين بلكي اكثر مني، نعم حتى المرة اللي أخذتني كانت مصدومة وعاملة شوك أكتر مني. يعني أنا ما بعرف كيف تقبلت الموضوع، بس أكيد ما عم بفهم شيء، بس إنه أنا منيحة طلعت نعم طيبة. بعدين فوتوني على الآي سي يو تبع القلب. دكتور جيلبير بقول له ميرسي لأنه أنا بعتبره هيز ماي هيرو. بلش فيي طيب من الساعة بلكي 7 لساعة 3:30 وجه الضو. اوف يعني حتى هو اول ما بلش قال لي ما تعتلي هم ساعتين منخلص، يعني اوف هو لان انا كنت هون كثير عليكي. مدممه ما كان عارف قديش فيني تقطيب بايدي وباجري. عندي 750 قطبه اوف بايدي وباجري، يعني مع الازاز اللي ضليت فتره شيلهم. صراحه يعني حتى كيف انا تقبلت الموضوع، يمكن في غيري انه ما تقبل الموضوع، بس انه كتر خير الله، اكيد لانه لما في نشوف قوة
غريبة يعني، يمكن بعدها لهلأ فايتة فيي، لأنه متقبلة الموضوع إنه بصير بقول يمكن بهون على حالي وبقول إنه في غيري مات ما إلهم ذنب، هو اللي بنصير نستعمل آليات الدفاع النفسي بهيك بلكي لحظات. 100% في غيري ولاد ماتوا أو ولاد تشوهوا. أنا بأكد هو طبعا إنه يمكن كمان هول ما حدا له ذنب يلي صار. في شغلة أنا بقولها إنه ربنا يمكن أكيد بحبني بس بحبهم أكتر، لأنه يمكن هو عازهم يطلعوا لعنده. أنا بعد يمكن عايزني أكتر هون، بلكي عندي بعد شيء بدي أعمله، بلكي تاسك بدي أعملهم يلي هن ما بعرف شو هن، بس أكيد إنه ربنا بعد عايزني على الأرض. يعني أنا بقول إنه مش ربنا بحبهم أو بحبني أكتر، نحن أكيد ربنا أكيد بحبنا كلنا مثل صحيح بعض، بس كل واحد عنده دور. صحيح. وانا بقول لانه نحن عايشين بهذا البلد يمكن اخذهم لعنده ريحهم. نتالي حسيتي كأنه في مسؤولية عليك بهيدي النجاة، حسيتي اكيد كأنه الرب هلأ أعطيك مهمة لازم تعرفي ليه أنت موجودة اليوم على وجه الأرض، في شي لازم تعمليه، حسيتي هلأ أنه في رسالة لازم تبلشيها. اول شغله تضلني عايشه، معناتها انه انا خلقت من عن جديد. يعني انا بالنسبه لي 4 اب، هو صار عيد ميلادي الجديد، لانه يعني كل الاشياء اللي صارت من كيف صار وكذا، الديتايات اللي بتشوفيهم او يلي انا عشتهم يلي ما حدا، كل واحد اصلا حس. يعني كل هالناس اللي هي صار لها شيء، يعني قد ايه نحن مثلا بنطلع 3000 بلكي مجروحين، كل واحد في 3000 قصه، صحيح في مزبوط 3000 قصه. 100%. بقى ايه اكيد عندي رساله. هلا شو هي رسالتي؟ هلا صار جواتي في سلام اكثر، في سلام اكثر، بلكي عرفت اكيد قيمه الحياه اكثر. في اشياء قوتني، يعني انا بعرف حالي قويه، كل الناس بيعرفوني قويه اللي هن اصحابي وبلكي قرايبيني كلهم بيعرفوا اهلي، بس هن بيقولوا لي ما كنا عارفينك هالقد قويه. يعني ضلني انا هالقد واعيه، هالقد مع انه شو صاير فيي، وبعرف انه بوقتها كانوا ايديا عم بيوجعوني اكثر بكثير من اجريي، غير وتقبلت الجروح الموضوع. اللي بالجسد هلا يلي هي باقية، جراحات النفس قد ايه مأذية وكيف بتحسي قادرة تتخطيها؟ صراحة هلا أنا حدا بيصلي، يعني عادة بصلي كثير وبطلب من كل قلبي. أكيد أول شغلة ربنا أكيد سمعني، هيدي ما فيها اثنين، يعني إنه ما فيني أبحث فيها، هذا اللي بيأكد أكيد إنه ربنا حي. هيدا أكبر إثبات إنه ربنا حي وبيسمع شو صار. وفي شغلة كتير مهمة، إنه أنا كان بسيارتي في لابتوب، في اللابتوب يلي هو كل شغلي، بلكي أنا ما لقيته لللابتوب لأنه طار، يعني ما لقيته من بعد الانفجار، وكنت مقهورة إنه أنا بدي هيدا الشيء. يمكن ربنا وصل لي مساج، لأنه أنا كنت كتير ديديكيتد لشغلي، يمكن ربنا وصل لي مساج انه ستوب، ما بدك تكوني هالقد ديديكيتد لشغلك، في شيء تاني بدك تعمليه، بلكي ما بعرف بشر اكثر، او انه احكي باللي صار معي تيعرفوا انه الناس يلي هن بعدهم ايمانهم بلكي انه مقلقز او منه بعدهم مش عارفين ضايعين، انا بقول لهم اكيد اكيد اكيد، يعني مستعدة ضل اقول من هلا لما بعرف قديش، ضل اطلع على كل الشاشات واقول لهم انه عن جد ربنا موجود. لانه انا وقتها قلت يا يسوع ما بدي موت، وما اجاني غير صورة غيرة، يعني ما فكرت بولا شيء تاني، بس قلت يا يسوع ما بدي موت، وهو سمعني. لانه انا كنت بهيدا الشيء اللي انتم بتشوفوه الشامبينيون، شامبينيون يعني انا صحيح. على البور، يعني او بدي يكون كنت بقلب الانفجار بقلب البور او مطرح ما انا كنت. حتى انا انصدمت، بس بعدين شفت السياره، انا ما شفتها من قدام، انا طلعت كانت هي واقفه، طلعت من ورا. انا عم اقول انه ما عم صدق، يعني مثل انه يعني ربنا عم بيقول لي لا بدك تصدق انه انا موجود، وانه انت خلصتي لانه انا موجود. نتالي من بعد اللي صار معك والتغيير يلي من جوا حسيتي فيه وهيدا كله، بتحسي انه منيح اللي كنت موجودة بهيدا المطرح؟ يعني هاي الاكسبيرينس اللي عشتها ما كان بدي انه ما كون موجودة بهيدا المطرح وتصير معي.
ولا بتتمني انك ما كنت تكوني عشتيها هلا وبعدك بعيشة بنفس الحياة هلا تبعها؟ في إلها إذا بدك أفانتاج وديزافانتاج. يعني الوجع اللي حسيته ما بتمنيه لولا حدا، لأنه أنا تقطبت بلا، يعني كنا عم بحطوا لي بنج وكنت ما عم ياخذ علي البنج، حتى أعطوني إبر مورفين ما أخذ علي المورفين، يعني اف 750 قطبة عم بتقطبهم بلا بنج. اف لو وصل المرحلة يقول لي الحكيم انه ناتالي ما بقى في يجد لك يعني اكثر من هيك، لانه في محل ليميت معين ما بيقدر معين. يزيد لو نعم ولا البنج ولا المورفين. اللي البارت اللي هي وقتها كنت انا طايره وقلت يا يسوع ما بدي موت، وكيف هو سمعني، هذا ثبت لي ايماني اكثر. حلو. بارت الوجع لا، ما اكيد ما بدي اعيشه، لانه انا بيتي تكسر، امي كانت على التخت مطرح ما فرجوا هلا الصوره، وقع الحديد اللي عليا والازاز وما صار لها شيء. حلو، يعني الحمد يعني لله. حتى يعني حتى بيتنا هو كمان مبارك، لانه امي في عندها يمكن ازرق هون بس، اماتوم صغير هون، شعره بلكي كان في بقلبه جاي ازاز وبس. تكسر بيتنا، اوكي فاين. هلا قاعدين عند حدا من اصحابنا بانتلياس، عطونا بيتهم، بنقول لهم كمان ميرسي. سيارتي راحت، انا بلا شغل وانا تاذيت. وما بعرف ليش هالقد متقبله كل الموضوع بسلام، يعني بقول انه اوكي صار هيك، بس مأكده انه في شيء ربنا بده اياني اعمله، والا كان انا اخذني اكيد. شو هو؟ انا ناطره يعني بفارغ الصبر تعرف شو هو يلي بده ياني اعمله، شو التاسك يلي مطلوب مني اعمله، لانه كل هيدا الشيء وانا هالقد في سلام جواتي، في شيء غريب. يعني مش انا اللي عم، يعني في شيء جواتي او روح القدس او الانج جارديان تبعي ربنا هو عم يشتغل فيي، لحتى لي هالقد انا متقبل الموضوع بكل هيك. قديه صرتي فراجيل هلا على الاصوات؟ يعني بتتنقزي، بتحسي عندك البي تي اس دي، ولا عم تحسي بالتروما ما بعد الصدمه؟ تقلك جواتي تعبان تعبان، لأنه أنا حدا بحب لبنان كتير، أنا بشتغل بالأوتيلات اللي فترة كتير كبيرة، كان يجيني كتير أوفرات لبرا ولا مرة كنت أخدها. هلأ إيه، كل صوت بسمعه بينقزني كتير، حتى مطرح ما هلأ نحن قاعدين بقعد بطريقة بمحل بحس لازم بحس حالي سيف ونفس الوقت سكيور، لأنه بقعد بمحل انه بقول اذا صار شيء وقع علي الازاز في برداية سميكة بتحميني، بتجي علي وبتحميني ما بتقتلني. في هذا البارت الخوف اكيد، حتى كل ما انزل على بيتنا على مرمخايل وشوف كيف تغيرت معالم المنطقة، كيف تكسر، كيف في ناس ماتت انا بعرفها، كيف في ناس انجرحت، هذا الموضوع بيقهرني كتير وبيزعجني كتير. أكيد. يعني بدي انزل وما بدي انزل، يعني في هيدا الكونفلي بيني وبين حالي، انه بين المناظر، بين الحي تغير، الاشرفيه تغيرت مطرح ما انا ساكنه تغير، بنفس الوقت تعبانه نفسيا انه بدي فل من البلد لاقدر شوي ارجع اعمل مثل كنترول ال ديليت مثل ما بيقولوا، تارجع اقلع، يعني عبي شوي وقلع. اليوم شو الرسالة هيك الأخيرة يلي بتحبي تبعتيها لمين ما بدك، إن كان لا يلي سبب هالانفجار من ورا ديركتومون أو اندايركتلي، أو إن كان لأهالي الضحايا اللي خسروا أولادهم وهن بعز دين شبابهم؟ شو في شي رسالة بتحبي تبعتيها تقول لهم؟ لك شغلة، هو أكبر شيء أنا قهرني هو إنه نحن حاسين حالنا بهيدا، نحن قبل بنعرف إنه نحن ما عندنا دولة، بس هلا نحن حاسين حالنا ديليسي، نحن متروكين. مقهورة كتير إنه كل القصص اللي عم بتصير قدامنا، الأفيدنس والأشياء بتأكد إنه يعني هي مشكلة ومصيبة، نحن واقعين بمصيبة، إنه إذا كانوا هن عارفين وإلهم إيد مصيبة، والإيجنورنس تبعهم صحيح، مصيبة أكتر، يعني مزبوط. كيف ما درتيها هيدا اللي هو بده يخليني فل من البلد، لأنه واللي اللي أنا ما عم بقول تحس بالأمان.
ما بقى عم حس بالامان، بس انا بقول انه نحن كشعب لبناني عندنا سوليداريتي كتير قويه وكتير بينت هلا. يعني نحن الناس اللي عم بتساعدنا عم بتساعدنا اكيد بيرسونيل، اكيد في ان جي اوز عم بيحاولوا يساعدونا، بس اللي عم بيساعدونا اتيتر بيرسونيل بنقول لهم ميرسي. وكل الناس عم بتساعد بعضها وواقفه حد بعضها، يلي هي بالوقت انه الدوله تركتنا، وهيدا اكثر شيء اذيني وقهرني جوا. يعني ما حدا عم يسال، يعني انا ما حدا تلفن لي وسالني، مع انه سيارتك صارت على كل السوشيال ميديا، ما حدا تلفن سال هيدي السياره اذا هل حدا بعده عايش او ميت، وانا سيارتي صارت هي سيمبول للانفجار. نعم انا بقول لهم انا بعزي كل اهالي الضحايا، وبقول لهم خدوا اكزامبل تيب مني انه كيف انا كنت كتير قويه، وبقول لهم انه ربنا موجود، يسوع سمعنا أمين لكلنا لكلنا، واكيد كلنا نحن اللي موجودين، ما قلنا خاصه ولا قلنا ذنب باللي صار، بس كلنا قلنا شيء يمكن تاسك بدنا نعمله. وبقول لهم بليز يلي ما عم بآمن خليه من وراي، انا اللي صار معي الاكسبيريانس يلي صارت بتخليكم تتاكدوا انه من ورا سيارتي. انا في كتير فوتوغرافرز تواصلوا معي على السوشيال ميديا انه ما عم بيصدقوا، ما بعرفهم ما عم بيصدقوا انه انه في هاي حدا طلع سيارتي وانا بيجي. عايشه. في ناس صحيح عم تقطع من حد السياره وتقول يا حرام، منهم الكازنز تبعولي او الناس اللي بتقربني اللي مش عارفين انه هاي سيارتي، لانه ما عرفوا بقى معالم السيارة شو هي السيارة، عم بيقولوا الله يرحم هالحدن اللي كان فيها. يعني هيدي لحالها بتكفي انه شهادة قلب في بحد قوة ذاته. غريبة. نعم وبقول لهم انه ما فيني اقول نشكر ربنا، ما خصنا نحن نعم باللي صار، ودولتنا منا موجودة اكيد. بشكر كل الناس اللي عم تساعد بعضها وكل الان جي اوز اللي عم بيساعدونا، وان شاء الله انه الدولة يحسوا، يعني لانه بحسهم صاروا بلا احساس، ان شاء الله كلام انه صح. يحسوا ويشوفوا انه خلص بليز، يعني صار لازم تعملوا شيء، والا نحن كلنا فلين. يعني والناس اللي هي اكلتها عامله عاملين نحن تروما، والناس يلي مثلكم يلي حسوا وشافوا ما خصهم وهن مأذيين نفسيا مثلنا وعندهم مثلهم. guilt feeling. صحيح. ناتالي سعد، شكرا كثير على شهادتك يلي كلها جرأة ومحبة. الحمد لله على ألف سلامتك، والله يخليك لأهلك. وهيك نشوفك بخطوات هيك حلوة جديدة، مثل ما قلتي أنت تلاقي حالك هيك عن جديد بشي تاني. مشاهدينا بريك وبنرجع من بعده.